هي أعطي رأي إن محاضرة فلسفية جديدة مداخلة، بالحقيقة ليست محاضرة وإنما مداخلة. مفهوم الفلسفة عند جيل دولوز بين التحليل النفسي والرأسمالي. جيل دولوز مولود سنة 1925 ومتوفي 1995، هو أحد المؤلفين الرئيسيين لما بعد 68 فكر، ما بعد فكر 68. دروسه في جامعة فرنسين كانت تحدثا فكريا حقيقيا، ومصادر فكره تتماشى ومستلهمة ومنحدرة من سبينوزا، من فلسفة سبينوزا وفكر نيتش بشكل واضح. نلاحظ أيضا تأثير كل من بيرغسون وبالطبع من المحلل النفسي فيليكس غاتاري الذي تعاون معه في إنجاز 3 كتب على الأقل أو أكثر. سوف يعارض دولوز كل من هيجل وفرويد، ويقترب من كل من ماركس وفوكو. من هو الفيلسوف؟ الجواب: شخص يخلق المفاهيم. ينطبق هذا التعريف للفلسفة جيدا على مؤلفها، لأن جيل دولوز صنع رائع للمفاهيم، كما عرض دولوز الديالكتيك الهيجلي واعتبره يعني ايديولوجيا الاستياء بالمعنى نيتشو المصطلح، والإرادة الإبداعية وإرادة الإرادة لخلق الأشكال وقيم جديدة. قد أراد دولوز إيجاد ميتافيزيق الفعل وليس ميتافيزيق الوجود. إذا كان هيجل قد سعى إلى التفكير في وحدة المواقف لإعادة الآخر إلى نفس الشيء، فإن دولوز كان منتبها للفرق والاختلاف وتوجه صوب الحدث. ومن الضروري، آمن من الضروري أنه من الضروري إعادة تأهيل المفاهيم مثل اللزوم والمحايثة والتعدد والسيرورة والتدفق. ورأى أننا نحن بحاجة إلى ميتافيزيقا متحركة في النشاط، أي مترحلة. ولكن من ناحية أخرى نادى بضرورة تحرير أنفسنا من ثقل السلبيات. إن كتاب التاريخ نسق فلسفي، يعني إعادة إنتاجه ولكن بطريقة تفتح مساحة للعب، مما يؤدي إلى إنتاج اختلافات وفوارق وربما قال خيانة مثمرة. بشكل عام تحتوي الفلسفة على افتراضات ومسلمات يجب إبرازها ودحضها، خاصة بصورة الفكر المسبقة من أجل فكر بلا صورة. نفترض أولا في الإنسان رغبة في الحقيقة والعقبات الخارجية عن الفكر. أعتقد دولوز على عكس من ذلك أن الفكر لا يفكر حتى لو فكر في شيء، وأن الغباء والعمق والبلاهة عائق داخلي أساسي أمام التفكير، يخشى أكثر من الخطأ الذي هو عائق يعني خارجي. لا يطرح الفكر العفوي أي مشكلة، هذا بديل، ويمنع التمييز بين المهم والعرضي. الافتراض الثاني للفلسفة هو أن كل المعرفة هي الاعتراف. من المفترض أن تكون المشاكل أبدية. أخيرا من المفترض أن الشيء المهم هو تحديد المبدأ الصحيح، إن التفكير واكتشاف الأساس، والفلسفة ستكون عندئذ بداية جذرية، بدء أصلي أو بدء بدئي. يعتقد دولوز أنه لا يوجد فكر دون أي افتراضات مسبقة. نحن لا نبدأ من أي شيء، لا نبدأ أي شيء من لا شيء أو من عدم. نحن دائما في الوسط بين نقطة البداية والنهاية. إن الذات التي تعتبر المركز في المثالية هي وهم، ما يظهر هو مجال مجهول يسود فيه التعددية والكثرة. الإنسان عملية والتدفق وحياة وشدة، ولكن ليس شخصا، كائن ميتافيزيقي في التمثيل. يجب علينا كسر الأناة ويعني دع الاختلافات المتعددة التي صنعناها تتحدث من داخلي أو في داخلي. بما أنه لا يوجد أنا، فإن الآخر ليس أنا أيضا، بل هو الانقطاع في مجال يعني لعالم محتمل مفترض ممكن. الآخر يعطيني لمحة عن التجارب الجديدة، ينقلني إلى الأماكن التي يسكنها. لقاء الآخرين يجعلني عالم يسافر دون أن أسافر. كتاب أوديب مضاد، وهو نص عنوانها الحقيقة الرأسمالية والفصام. أوديب مضاد هو العنوان الفرعي فقط للكتاب، كان تكملة لحركة ماي 1968. لذلك سأل دولوز وغاتاري نفسهما كيف تطالب مطالب التعبير عن الرغبة والتحرر في حركة ماي 1968، وهل يمكن خنقهم؟ لماذا تقاتل الجماهير من أجل استعبادها كما لو كان خلاصها؟
يعرف دولوز فرويد الذي ينتقده لأنه حصر معنى رغبة في شراء أوديب الأب الأم الطفل. ثالث، نحن آلات راغبة مرغوبة، أي أن اللاوعي ليس مسرحا ولكنه آلة ليس لها وظيفة أخرى سوى الإنتاج. تنتج الرغبة مثل الآلة، دائما آلة مقترنة بأخرى. على سبيل المثال الثدي الذي ينتج التدفق، يعني بالنسبة إلى دولوز فما الطفل الذي يقطع التدفق لاستهلاكه. الآلات المرغوبة على الإنترنت، إن الموضوع المولود من حالة الاستهلاك هو أنا أشعر أكثر من أنا أعتقد. الجسد بلا عضو ينتج ويوقف الرغبة ويسجلها ويصدرها. هذا الإنتاج الرغب هو إنتاج اجتماعي، إن البنية التحتية الحقيقية أكثر من الإنتاج الاقتصادي الذي طرحه ماركس. إن خطأ التحليل النفسي هو أن مفهومه يتمركز بشكل كبير على الأسرة. الرغبة الأساسية في ذلك هي أوديب. وهكذا فإن التحليل النفسي بدلا من تحرير الإنسان يشارك في أعمال القمع البرجوازي للحفاظ على الإنسانية تحت نير الأب الأم. والرغبة محسوبة في دراما الطفولة والقمع الاجتماعي ينسى لصالح أو تنسى لصالح القمع الذي وكل السلطات التي تسهل هذا القمع. يعني خطأ فرويد حسب دولوز هو الحفاظ على تعريف الرغبة على أنها نقص وغياب. هذه النظرية من أفلاطون تصور الرغبة بطريقة سلبية نحو ما ليس لدينا، استكمال ما ليس لدينا، نرغب في ما ليس لدينا. الرغبة متجذرة لدى فرويد في الممنوع، ولا يمكن تحقيقها إلا في الخيال أو الحلم، الوهم أو التعالي، التسامي، التصعيد. بعد ذلك سيحل التحليل النفسي من الدين ويقترب ويقتل الرغبة، ويشجع على الامتناع عن ممارسة يعني الجنس والاستسلام، استسلام ما بعد للمثال. دولوز على العكس من ذلك يرى في الرغبة قوة إيجابية، قوة تخريب تخترع معايير جديدة للحياة. هذا المفهوم للرغبة الإبداعية والمتبرع والطاقة الفائضة يأتي من سبينوزا، من نيتش. نجد في دولوز نظرية للرأسمالية، القصة العالمية أو التاريخ العالمي، هو تاريخ القمع الاجتماعي للرغبة. يعني التاريخ العالمي أو الكوني تاريخ الاجتماعي للرغبة. يعني الرأسمالية هي أفضل أشكال الهيمنة. الخوف من أن الفردانية التي تروج لها الرأسمالية ستولد انفصاما معمما، فهي تضع حدود وتواجه تدفقات الرغبة باختصار قريبة من الاستبداد، خاصة منذ طبيعة الحرب الإنتاج العسكري تربطه بقوى الموت والتدمير. هكذا تنتج الرأسمالية مرضى انفصام الشخصية الذي سيقوضها في النهاية. يعاني الانفصامي من هذا المجتمع ويشير إلى طرق التحرر، إنه يرى جسده كجسم دون أعضاء بعد خلل في التنظيم المرضي، ولكن أيضا بعد اكتشاف القوة. إرادة نيتش للسلطة وعقل ما قبل أوديب، لم يكن المصاب بالانفصام مستعبدا لهوية ثابتة، فهو منفتح على جميع التجارب الممكنة وغير قادر على القيام بدور اجتماعي محدد متعدد. لم يعد لديه هوية الذات، ويلعب بتعريفات عابرة مثل نيتش قليلا قبل أن يغوص في الجنون. يهدف تحليل الانفصام إلى تقييم الإمكانيات الثورية لمرضى الانفصام الشخصية. دولوز لا يؤمن بالثورة العالمية التي من شأنها أن تولد أنواع جديدة من السيادة، إنه بالأحرى مسألة ضمان أن يفكر الناس ويعرفوا كيفية العثور على خطوط طيران مجزأة ولديهم حكمة البيئة والاستفادة من فجوات النظام. يعني كان تعرف كيف تكون في الأقلية. وفقا لدولوز وقطري، الأغلبية هي أن أي فكرة، أي موقف يعتبر نفسه طبيعي، ويعرف أي اختلاف على أنه انحراف عن القاعدة، أي ما يجب تفسيره. الأقلية هي الجماعات التي لا يمكن أن تأتي بالأمل حتى فكرة أن الجميع يشبهها.
أي فكرة تعرف الناس على أنها صالحة في القانون في الحق، أي أداة تدعي أنها محايدة، هي في الأغلبية، وبالتالي في الغالبية لا تمر بالعدل. إن إذا كان ما يسميه دولوز وقتري أقلية لا يحلم أن يصبح أغلبية، فليس ذلك لأنه سيزرع خصوصيته بأنانية، ولكن لأن تجربة السيرورة لا تحمل معها حلم التعميم. أولئك الذين جربوا أن يصبحوا متسلقي جبال أو علماء رياضيات لا يحلمون بعالم من متسلقي الجبال أو علماء الرياضيات، لكن ما هو دافئ الأفكار؟ دولوز الأخير حول الصورة والفن السينمائي في مقاومة البلاهة والذوق الهابط زمن العولمة. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، إلى اللقاء في مداخلة وتقديم قادم بإذنه.